الجنسية السورية والأوراق الرسمية السورية مشكلة المشاكل بالنسبة للسوري، فمعظم السوريين خاصة الذين هجروا خارج سوريا منذ سنوات وحتى الآن يعانون من مشكلة الأوراق الرسمية، يدفعون الرشاوى للوصول إليها، يستجدون بمسيري المعاملات ويقعون ضحية النصب والاحتيال في أحايين كثيرة، والحل لا حل أمامهم سوى بجنسية ثانية للتخلص من هذا الكابوس. تركيا منحت جنسيتها لعدد كبير من السوريين من أصحاب الشهادات والكفاءات، لكنهم حتى الآن لم يتجاوزوا 4000، وبأحسن الأحوال 100000 سوري يزيدون أو ينقصون عن ذلك، وذلك بحسب الأرقام الرسمية التركية. لذلك يتلقف السوريون أي خبر متعلق بالجنسية التركية بكثير من الترحاب والتداول، وفي وسط الزحام الشديد للأخبار المضللة تنتشر الشائعات والأقاويل ويضيع الناس في حيس بيس. خبر جديد متعلق بالجنسية التركية، ادخل إلى الرابط واملأ الاستمارة كي تحصل على الجنسية التركية وتتقدم إليها، هكذا يقول الخبر الذي نشرته الكثير من المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية قبل أن يتبين بأن هذا الخبر هو خبر مضلل. فبحسب هذه الصفحات يجب أن تدخل إلى تطبيق إلكتروني يدعى دولة أو الحكومة الإلكترونية التركية، وتذهب إلى هذا القسم وتتقدم لطلب الجنسية، ولكن الكثيرين كانوا يصلون إلى تلك المرحلة ليكتشفوا أنه لا خيار في تاريخ الميلاد لسوريا، وليتبين أيضا أن الرابط مخصص للأجانب بشكل عام للتقدم بصورة طبيعية للجنسية التركية، والتي تعطى بشكل طبيعي لمحققي الشروط سواء بالاستثمار أو بالزواج أو غيرها من الحالات التي تمنح تركيا الجنسية على أساسها. ناشطون كثر أوضحوا التضليل الحاصل، ومنهم يوسف الملا الذي نشر على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو يشرح فيه اللبس الحاصل. نتابع ما قاله يوسف ونعود. بخصوص الرابط الخاص بالترشح على الجنسية التركية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية المعروف في اسم الأدولات، بحسب الرابط لما تدخل عليه في خطوات للتقدم بطلب للترشح على الجنسية التركية. لما بتمشي بالخطوات يتضح لك فيما بعد بأنه السوريين لا يمكنهم، غير متاح لهم التقدم على الجنسية الاستثنائية في تركيا عبر هذا الرابط. أنا قلت لكم بدوري تواصلت مع اللجنة السورية التركية المشتركة اللي هن تواصلوا مع النفوس وأبلغوني بأنه هذا الأمر لا يشمل السوريين. نتمنى من الله عز وجل أنه يكون في هيك رابط لحتى الناس تقدم ويصير هذا الأمر، لكن يبدو أنه حاليا عبر هذا الرابط هي الآلية صعبة جدا. إذن هذا ما قاله يوسف في هذا الفيديو الذي كما قلنا نشره على صفحته في فيسبوك. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن ينضم معي الآن من أنقرة الناشط السوري والمهتم بشكل كبير في شؤون السوريين ومعاملاتهم في تركيا يوسف الملا. تحياتي لك يوسف. أهلا وسهلا، حياكم الله. يوسف، ما القصة؟ ما قصة هذا الرابط ولماذا انتشرت هذه الشائعة؟ طبعا صاحب الحاجة في أرعن، الناس عندما ترى أي شيء يتعلق في موضوع الجنسية التركية وخصوصا مع سير عملية تجنيس السوريين بقانون خاص وهو الجنسية الاستثنائية، فإن هذا الشغف وهذا الانتظار واللهفة عند السوريين تجعل العديد من السوريين يقعون في رابط أو ينتظرون أخبار أو يضطرون إلى التقدم أو منح بياناتهم دون الانتظار ما إذا كان هذا الأمر يتعلق بهم أو لا. خلال هذا الأسبوع انتشر رابط بين السوريين خصوصا والعرب عموما، يقول الرابط أنه بمجرد الدخول عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وهذا ما جعل الأمر ينتشر بسرعة كون البوابة الحكومة الإلكترونية مصدر ثقة، فعندما وجدت الناس طلب يعني التقدم للترشح على الجنسية على بوابة الحكومة الإلكترونية جعل هذا الأمر انتشاره أسرع مما زاد ثقة الناس في التقدم أكثر. مجرد أن تدخل تخرج بياناتك، لكنه ريثما فيما بعد كما قلت أنت قبل قليل تكتشف أن السوريين لا علاقة لهم بالموضوع. الموضوع
هو استشارة يقدمها من يقيم داخل الأراضي التركية لدائرة النفوس العامة، حيث يقدم طلب للترشح على الجنسية التركية، وهناك يخبره الموقع بإكمال بعض الخطوات، فيما بعد يتواصل معه موظف من النفوس ويخبره ما إذا كان طلبه قد تم قبوله وأن عليه إكمال الخطوات. طبعا تحق هذه يحق لمن في بعض الحالات يحق لمن استطاع إكمال إقامة عمل 5 سنوات في تركيا، من لديه أصول تركية، من تزوج من تركيا أو تركي، من استثمر مبلغا من المال قدره 500,000 دولار تركي، من استطاع شراء عقار قيمته فوق 250,000 دولار ولم يبيعه في السنوات الثلاثة الأولى. يعني هناك شروط معينة للحصول. طيب يوسف، يعني كما أسلفت لا يوجد هناك طريقة للتقدم، ينتظر السوري، يعني إدارة الهجرة أو النفوس هي التي تقوم بالاتصال بالشخص وتقول له بأنك أنت مرشح الآن لهذه الجنسية. ولكن هناك حالات وهناك كثير من الأخبار تنتشر، مثلا في الجنوب التركي كثير من الأخبار ظهرت تقول بأنهم فتحوا باب الترشح للجنسية، مثلا في هاتاي مثلا أو في أورفا مثلا في بعض الولايات، هناك كثير من هذه الأنباء تقول فتحوا باب الترشح، ما صحة هذه الأنباء؟ في بعض الأحيان، في بعض الحالات النادرة، إذا كان الشخص لم يخبر دائرة الهجرة بالمحصلات العلمية أو الكفاءات الحياتية التي يمتلكها، سواء كان يمتلك مهارة في مهنة معينة أو يجيد شيء جديد، فعليه تحديث بياناته. في حال لم يحدث بياناته، عندما يتوجه إلى دائرة الهجرة ويحمل الشهادات العلمية، فإن الموظف هناك يقوم بإخباره بأن هذه الشهادات قد تفيده في الترشح للجنسية، فيطلب منه صور عن هذه الشهادات مترجمة إلى اللغة التركية، وثم فيما بعد، قد يكون في بعد أسبوع أو أسبوعين، يتصل به ويخبره أنه تم الموافقة على طلب للترشح إلى الجنسية التركية، فإذا رغب في ذلك يتقدم بأوراقه للحصول على الجنسية التركية. لكن العديد من السوريين استطاع في السنوات الماضية تحديث بياناته وما أحضرها من شهادات علمية ومؤهلات حياتية، سواء كان من أصحاب المهن والمهارات والصناعات الحرفية. فهؤلاء الناس لا حاجة لأن يذهبوا إلى دائرة الهجرة ويترشحوا للجنسية، هناك قوائم تأتي. لكن كما قلت لك، عندما يذهب شخص يعرف بأن بياناته لا تظهر على أنه حرفي، عندما يدخل للدولة ويتفاجأ بأنه موضوع المسلك أو العمل الذي كان يعمله في سوريا أو مستواه العلمي غير موجود، فإنه يتوجه إلى دائرة الهجرة لتحديث بياناته وإضافة هذه المؤهلات العلمية. الموظف هناك بدوره، لأن أيضا دائرة الهجرة تطلب من الموظفين هناك ترشيح بعض الأسماء ممن يروهم مناسبين للجنسية الاستثنائية. طيب يوسف، بالعودة إلى الرابط الذي تحدثنا عنه في بداية هذا الخبر، هو رابط إذن لكل الأجانب يدخلون ويعني محققي الشروط طبعا ويتقدمون إلى الجنسية. هل السوري محروم من هذا الخيار؟ يعني إذا اليوم في عنا شخص سوري حقق هذه الشروط، ليس لاجئ، ليس حاصل على الحماية المؤقتة، دخل بطريقة نظامية بفيزا وأقام 5 سنوات بإقامة عمل وأراد استخدام هذا الرابط ولا يجد سوريا في خيارات المكان الولادة، ماذا يفعل؟ التقدم بالنسبة للسوريين، أنا تواصلت مع اللجنة السورية التركية المشتركة والتي تعمل مع دائرة الهجرة ووزارة الداخلية، الذين بدورهم اتصلوا ب مديرية النفوس العامة وأخبرهم أن السوريين لا علاقة لهم بهذا الرابط أبدا. السوري الذي يطابق هذه الشروط يراجع إدارة النفوس ويتقدم بأنني أكملت عمل 5 سنوات، أنني متزوج من تركيا منذ 3 سنوات، أنني اشتريت وضعت مبلغا من المال أو بالتبني. في الحالات التي تنطبق على السوري، أن بعض الحالات لا تنطبق عليه، هو يستطيع مراجعة إدارة النفوس، وإدارة النفوس نفسها هي أيضا تتبع لمديرية التجنيس وإدارة النفوس العامة في العاصمة أنقرة. هناك طلب يملأه وتمشي المعاملة وتسير المعاملة بالأسلوب المتبع والبروسيدور أو الروتين المعتاد عليه. لكن هذا الرابط حاليا، لا أعتقد أن إزالة كلمة سوريا منه هو إزالة اللبس وإبقاء السوريين على الطريقة التقليدية. كل الشكر لك الناشط السوري يوسف الملا، كنت معي من أنقرة، لك جزيل الشكر.